كم جاي سي فلاش، جبت الفلاش صح؟ شرع انت صح؟ شرع بي صح؟ كان الفلاش مع الشباب شيء ينسخ زي ما بعد نسخ بعدين بعد ما زي زي المجموعه الاولاد بعد نسخ لكم كلهم. ف اكسبلور ذا نتورك بيتكون او بيتكلم عن اربعه مواضيع مهمه جدا. نتيجه الان الجلوبالي كونكتد والشبكه انها مربوطه بالعالم كله، اصبح العالم بوجود الشبكات حاجة بسيطة تقدر تحصل منها على كل الخدمات في أي وقت وفي أي مكان وبأي سرعة. كيف تشتغل الشبكة وكيف أثرت هذه الشبكات في حياتنا اليومية من حيث التعليم والترفيه واللعب والعمل والبزنس وكل شيء، كيف قدمت لنا الخدمات هذه في كل مناحي الحياة. How host device can be used، كيف طبيعة أي جهاز في الشبكة، كيف ممكن يستخدم، ممكن يستخدم كلاينت أو إيش سيرفر، ممكن يستخدم بير أو بير آخر، كلاينت او سيرفر في نفس الوقت. انواع الشبكات لان والوان والانترنت وغيرها من انواع من الشبكات، بنشرح كل واحده ايش وظيفتها وكل واحده كيف تستخدم، ما هي الاجهزه الموجوده في اللان وما هي الاجهزه الموجوده في الوان وغيرها والانترنت. نتورك از بلاتفورم، الان اصبحت الشبكه لا تقتصر على توصيل كمبيوترات بعضها البعض والطابعات وغيرها، بل اصبحت تقدم لك كل الخدمات. يعني ممكن تقدم خدمات الصوت والصوره والفيديو والكمبيوترز وكل الاجهزه ممكن ترتبط في شبكه واحده. هذه يسمى بلاتفورم لشبكه حديثه، تسمى شبكه الجيل القادم. شبكه تقدم كل الحلول، تقدم كل السيرفيس. ممكن تربط شبكه الكاميرات الى النتورك، ممكن تربط الكمبيوترات، التليفونات، التلفزيونات، كل الاجهزه الان اللي في حقك المكان تكون كلها مرتبطه مع بعض البعض وكانها في نتورك واحده. تسمى بلاتفورم للكونفيرجد نتورك، الشبكه الموحده او الشبكه اللي تقدم كل ايش كل السيرفيس ات بلاتفورم واحد. مش ريال تايم، معناها انه بدل ما كنت سابقا معك شبكه للكمبيوترات وكابلات وتمديدات للكاميرات وكاميرا وشبكه للاتصالات والتلفونات وشبكه اخرى للتلفزيونات ورسيفراتك، أصبح الآن التلفزيون مع منفذ شبكة، أصبح الآن الكاميرا مع منفذ شبكة، أصبح الآن الكمبيوتر والتليفون مع منفذ شبكة، ممكن كلهم يكونوا مربوطين في نفس الشبكة. خلاص مش مسألة إنترنت أوف ثينكس بس، يعني قبل أن نصل إلى إنترنت أوف ثينكس أصبحت الأجهزة الآن كلها معها كونكشن آر جي، كونكشن للشبكة زي الكابلات حق النتورك اللي هي هذه الزرقاء اللي في الأرض. بلاي ستيشن، ريسيفر، تلفزيون، الكاميرات، الأجهزة المنزلية، الثلاجة، غسالة، UBS، كله الآن أصبح معه كابل إيش شبكة، ممكن يكون مرتبط بالشبكة أي ديفايس. هذا تسمى شبكة موحدة أو شبكة قاربت كل الأجهزة مع بعض البعض، ربطت كل الأجهزة مع بعض البعض، هذا يسمى Converged Network. ما هي الشبكة دي وما هي خصائصها وماذا يجب أن توفر فيها من خصائص حتى نركب هذه الشبكة وإحنا مش خايفين، ما فيش أي مشاكل علينا. التغيرات في الشبكة الحديثة في بيئة الشبكات الجديدة، ما هي التغيرات اللي حصلت؟ طبعاً وصول العلم الحديث إلى حاجة اسمها الإنترنت أوف ثينك، سمعتوا بهذا المصطلح صح؟ إنترنت أوف يعني كل شيء بيرتبط بالشبكة، كل شيء كونكتد مع الشبكة، من ساعتك لقلمك لنظارتك لسماعتك المحزمة للجاكيت للكوت للجزمة للماسة للتلفزيون لللابتوب للقلص للثلاجة للغسالة الانترنت اوف. قد في حاجة اسمها الانترنت اوف everything IOE، انترنت اوف everything، خلاص كل شيء الان يصل في يمكن 2020. يقول لك توقع سيسكو انه يكون عدد الاجهزة اللي مربوطة بالشبكة حق العالم وصل الى 50 مليار ديفايس، 50 مليار ديفايس كل واحد منهم اي بي وكونكتيفيتي ويقدر اي واحد يصلح حقه الاجهزه. الاجهزه المنزليه من السيارات من الطائرات من السمارت هوم من السمارت سيتي، كل شيء مرتبط بمن؟ بالشبكه. الانجزامات الرياضيين معاهم واي فاي ومعاهم سنسورات معاهم والشرايح حق الاطباء اللي بيعملوها لمرضاهم ويتبعوها عن طريق الجي بي اس وعن طريق الواي فاي وعن طريق الجي اس ام، كل شيء مرتبط اصبح الان بالشبكه ولا يقتصر على يعني ضروري يكون معها كابل ولا ضروري يكون معها كونكشن مع النتورك. anywhere any size any time you can connect to network. هذا العمليه يسموها بايوند
bring your own device. Online collaboration, video, cloud computing are changing the way we interact. تغيرات في الحياة ألزمت أصحاب الشبكة أنهم يعيدوا تصورهم في الشبكة وكيف الخدمات اللي بتقدمها. من ضمنها الآن يقول لك معدل الحركة في الإنترنت، حركة الداتا اللي نوعها فيديو أصبحت 85% من نسبة ما يمر في الشبكة. كان سابقا يلا رسائل نصية، وبعدين بعد الرسائل النصية كانوا مغتربين شيء يجابلوا أهلهم ولا شيء يعملوا شريط ويسجلوا في الغرفة ويرسلوا لأهله على جهاز يستمع له مسج، صار اسمه ديستنيشن. وبعدين توفر الاتصال الدولي على خفيف، ويصيروا يدوروا صاحب هذا عائلة هذا المغترب ويطلعوها على مكان بعيد عشان تتصل معه، لكن رقم واحد في مكان. وبعدين قربت 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 إلى أن أصبح إيش؟ إلى أن أصبح الآن ما عاد فيش SMS ولا عاد في تكست ولا فويس، ما عاد الشيء تواصل معك إلا بصوت وصور. فيقول لك وصلت معدل حركة البيانات في الشبكة العالمية الإنترنت 85% منها كله فيديو، كله الآن داتا، كل البيانات الآن فيديو، ما عاد لا تكست ولا داتا ولا فويس ولا، كله فيديو الآن. فلذلك الآن هذه التغيرات ما تحتاجها من تحديات، ما هي التصور الآن الجديد اللي بتخلي في هذه الخدمات تكون ممتازة جدا، من باندويث، من بنية تحتية، من تقنية، من تثقيف الناس، من تطويرهم بهذا الشكل. التغيرات اللي موجودة في حياتنا اليومية في البيت، والشبكات الصغيرة، والتهديدات اللي ممكن تصيب الشبكة وتطوير وتثقيف الناس بهذا الكلام في الشبكة الصغيرة والكبيرة، والـ importance of understanding switch and routing infrastructure of network. ما يجب أن تتوفر في البنية التحتية من شبكات، من تجهيزات الراوتر والسويتش والفاير وول والأكس بوينت والمودم وغيره وغيره في أي شبكة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. ندخل في البداية، هذا إيش يعني؟ شغل ورك، هذا يسوي ترفيه، ها هذا ترفيه، كمان في كمان التريننج، في كمان للكوميونيكيشن، في البلاي. اذا الشبكه الان اصبحت تقدم لك كل وسائل الترفيه وكل وسائل العمل وكل وسائل الراحه. اذا وصلت الى سمارت هوم، ركبت البيت حقك، وفر الله يعني وسع الله عليك، ركبت سمارت هوم ما عاد الا بالروبوت، تستدعي الكوايان هناك، تستدعي المكنسة من هناك، تستدعي الزوجة الصينية من هناك، تستدعي خلاص كله الآن سمارت هوم، كل شيء فيه ذكي. تقول اللمبة طفي، وطي صوتي، وطي ضوء شوية، وطي صوتك على التلفزيون شوية، المدري ما هو الستائر تطفي تغطي، بعد لما ما تتحرك وتصير كله أوامر عن طريق روبوت أو عن طريق ريموت أو عن طريق تليفون، تطبيق التليفون. شفت في الإعلانات؟ شفت في الإعلانات ولا؟ الإعلانات حق يا لاعب اللعب، ها؟ كل شيء موجود بالشبكة. بالريموت رجع الستائر، بالريموت تستدعي بالريموت كل شيء يشتغل، بتطبيق عندك طفي البيت، تغلق الأبواب، شغل الديرمات، شغل السخانة، شغل المكيف، قبل ما تصل إذا أبو حماه صلبت وبارد أو بلانتا، كل شيء عبر إيش؟ عبر الشبكة. هذه وفرتها المال لك الشبكات هذه الأيام، وجود الوايرلس، وجود السبلايت، وجود الإنترنت، الكابل الأرضي، وجود الألياف، وجود كل وسائل التوصيل. لا تتكلمش على اليمن، تقول اليمن ما أبوش هذا الكلام، هذا اللي موجود في الشبكة، قد يصل اليمن قريبا أو بعيدا ولكن موجود. تتعلم على أساس الشبكة كيف تشتغل، صح؟ أكيد ما نحصل الناس يقول لك متى نصل هذا الكلام، أنا في اليمن. قال النبوه في اليمن سمارت هوم، في ناس قد بيركبوا سمارت هوم. أجهزة طبعا شوية غالية، الديفايسز تشتري لك كل شيء، إنفراستراكشر جديدة. إذا عاد الجديد تبني بيتك بكذا $100,000، ما عاد بيضركش 15,000 دولار علشان تعمل البيت الذكي، من تجهيزاته، من الهاردوير حقه، من التفاصيل. هذا شيء، هذا خاسر مثلا $100,000 ولا $200,000،
في بناء مثلا فيلا ولا في بناء مرتاحين، في ناس اقتراعيين شو داري ان المبالغ اللي بيشتغل بها، فما عاد بضرش هذا الكلام. وفي ناس موجود معاهم السمارت هوم، في ناس في حارات نائيه مركب لي هذا الاضاءه اللي تتحكم بالالوان والاشكال والاصوات والموسيقى في اماكن حتى ما شو، لكن وجود المنافسه والسمعه انه هذا معقده هذا اشترك عندي، ولو كنت في مكان نائي حتى في الضواحي حتى في خارج صناعه حتى في الارياف، الناس معهم شو يعني يعملوا هذه الاشياء. فالشبكه اصبحت توفر لك كل ايش، كل وسائل الراحه وكل وسائل العمل. اصبح الان الموظفين ممكن يشتغل من بيتهم، تتعلم من بيتك، تلعب وانت في مكانك مع اي واحد في العالم، تتصل مع اي واحد صوت وصوره في اي مكان، صح؟ شرط توفر الكونكتيفيتي للشبكه، في النت، في كونكت، كان باي طريقه كانت، وايرلس، واي فاي، واي ماكس، 3G، 4G، ساتلايت، اي طريقه من طرق الكونكشن للشبكه تقدر تمارس كل هذه المهام وانت في مكانك. وفي كثير الان من الموظفين من الخبرات اصبحت الان تشتغل والله من البيت، تشتغل مع شركات، مع اونلاين سبورت، مع شركه برمجه، مع يعني شركه دعائيه في تسويق المنتجات، في بيع الالكتروني، وفي بيته، صح؟ اسمعوا بهذا القول ف لا شيء، بس شتي واحد يفكر. طبعا تختلف حجم الشبكه او حجم او كبرها وصغرها عن ايش؟ بقدر عدد الاجهزه الموجوده، بقدر المكان اللي انت فيه، فاصل. دور، دورين، مبنى، مبنيين. إذن حجم الشبكة بيختلف بحجم إيش؟ بحجم عدد المستخدمين للهاردوير أو عدد الموظفين أو عدد المستخدمين لهذا إيش؟ الإند ديفايس أو الإند يوزر. فممكن تكون سمول هوم أو بس نتورك في بيت صغير، شبكة صغيرة مكونة من واي فاي، من واير، من مجموعة أشخاص كانوا تلفونات أو كانوا كمبيوترات أو لابتوبات أو شيء مربوطين مع بعضهم البعض، أو شبكة مكتب مع حقهم الموظفين مع غيرهم، دور، دورين، مبنى، مبنيين. او ممكن تكون ميديوم او لارج، يزيد عدد المستخدمين فيها من 50 مستخدم، 100 مستخدم، ميديوم مستخدم. او تكون ايش؟ وورلد وايد، شبكه على طول العالم، حقق الشبكه مركز الرئيسي في صنعاء، فروعها في كل المحافظات، في كل الدول، شبكه موجوده في اي شركه، في اي دوله، مع فروع عندنا في اليمن، في اي محافظه، في اي ريف، في اي بيت. تعتبر انت من اصل الشركه حقك اللي انت منضم لها اللي مرتبط معها، صح؟ فالنتورك تختلف باختلاف ايش قلنا؟ حجم عدد المستخدمين والموظفين اللي فيها وعدد الاجهزه المستخدمه في هذا الكلام. بعض الستاندرز يقول لك انه السمول ممكن تبدا من 1 يوزر الى 50، وبعض الشركات تقول لا من 1 الى 100، وبعض الشركات تقول 1 الى 200. على اي اساس يبنوا هذا التصور؟ على اي اساس يبنوا هذا الرؤيه في تحديد الرينج حق الشبكه الصغيره والمتوسطه والكبيره؟ كل منظمه او كل شركه تبني على اساس الهاردوير حقها كم، كيف الريسورس اللي بالهاردوير، كم السي بي يو حق الراوتر، حق السويتش، حق الفاير وول، حق الاكس بوينت، البي سيات. اذا الهاردوير حقها ممتازه هذه، ولو كانت حتى 200 يوزر ممكن تكون سمول نتورك. لكن لو الاجهزه اللي في اجهزه الربط الشبكه، المودم، الوايرلس، السويتش، الراوتر، حقهم الريسورس اقل، سي بي يو، الرام، الميموري، البفر، اللاين، الانترفيس، مش عارف ايش، قليله. اذا على ضوءها يعتمد كبر ايش؟ الشبكه. انا اعتبر 50 الى 100 يوزر سمول، من 100 الى 200 ميديوم، من 200 وما فوق لارج. في شركات تقول لا من 500 وما فوق لارج، من 200 الى 100 و 500 ميديوم، من 1 الى 200 سمول. قلنا بحسب ايش؟ حسب امكانيات هذا البرودكت وحسب امكانيات هذه الشركه وحقها التجهيزات. نوع الأجهزة اللي ممكن تكون في أي شبكة اللي تتعامل أنت معها وجه لوجه، تسمى كلاينت أو ماذا يعني كلاينت وماذا يعني سيرفر؟ أنت اللي بتطلب والسيرفر هو اللي بيرد عليك، يعني بتطلب أي سيرفس بيرد عليك الطلب. أنت الآن ككلاينت في الواتساب منزل البرنامج حق تطبيق الواتساب، أنت كلاينت، سيرفر موجود عند الواتساب. أنت مثلاً قد تكون سيرفر لتطبيق معين وغيرك بيطلب منك، صح ولا لا؟ فلذلك نوع اي جهاز في الشبكه، كان وايرلس، تليفون، كمبيوتر، ديسكتوب، سيرفر، برينتر، كاميرا، ممكن يكون كل جهاز نوعه يا اما كلاينت يا اما سيرفر. في اي شبكه نوع الديفايس يا اما
كلاينت اور سيرفر. وظيفه الكلاينت طبعا دائما يعمل ايش؟ ريكوست بالويب براوزر. انت كلاينت طلبت الويب بيج من فين؟ من الويب سيرفر. بالداونلود انت استخدمت برامج الداونلود، انت كلاينت طلبت الملف هذا من داونلود سيرفر. انت معك اكاونت في الايميل، انت كلاينت طلبت هذا الملف حقك من ايميل سيرفر. هكذا كل التطبيقات او كل الاجهزه تعمل يا كلاينت يا سيرفر. السيرفر طبعا هو اللي بيعطي هذه الخدمات بحسب نوع المتاح عنده. ممكن يكون كوميونيكيشن سيرفر، ممكن يكون ابلكيشن سيرفر، ممكن يكون ويب سيرفر، داونلود سيرفر، ايميل سيرفر، اي سيرفيس ممكن يقدمها هذا السيرفر يعتبر بالنسبه له ايش؟ سيرفر. سيرفيس تقدم في هذا السيرفر، اذا حد بيطلب مني انا بينعطي له ايش؟ الرد على هذه ايش؟ الخدمه. اذا في اتصال بيني وبينه. قد يكون السيرفر داخل الشبكه او خارج الشبكه او بعيد او في الانترنت. اهم شيء انه انا قادر اصل الى هذا السيرفر. اذا انا كلاينت بيطلبه، سيرفر بيرد على ايش؟ الطلب. السيرفر دائما قلنا بروفايد انفورميشن تو اذر ديفايس، ايا يكن نوع الانفورميشن، فايل شيرنج، داونلود، ايميل، اي بي، يوزع لك الاي بي، ريموت اكسس، كوميونيكيشن سيرفر، فيديو سيرفر، كل ما ممكن يقدمه سيرفر من خدمات بناء على نوع التطبيقات اللي منزله على هذا الجهاز. نفس الكلام انت ككلاينت بحسب نوع التطبيقات المتوفره عندك. انت كلاينت لمن؟ كلاينت لاي ريكوست، لاي سيرفر بطلب. ما فيش معك مثلا برامج الداونلود، ما تقدرش تعمل داونلود، ما فيش معك برامج الايميل ولا اكونت، ما تقدرش تعمل طلب للايميل. اذا ضروري يتوفر عندك الكلاينت سوفت وير الذي يمكنك من الحصول على السيرفر من السيرفس، من السيرفر سوفت وير. تمام. الاجهزه الاخرى كمان ممكن يكون نوعها بير تو بير بحسب نوع التواصل اللي ما بينهم. ممكن انا اكون في لحظه ما كلاينت، اكون في لحظه ما سيرفر. يعني مثلا بحسب الخدمه اللي بنقدمها. انا اذا انا محمل برنامج الطبع عندي، وهذا الكمبيوتر مش محمل برنامج الطبع، مربوطين كلنا في شبكه واحده، هذا الشيء يطبع ما مش مع برنامج الطبع، بس الشيء يطبع عبري، بيدخل لعندي علشان يقول لي اطبع لي لو سمحت هذه الطبعه، هذا البرنامج عنده عبر الطابعه. اذا هو بيتصل بالطابعه، طابعه ماش عنده موجوده، موجوده عندي انا في هذه الحاله اعتبرت ايش؟ سيرفر. في لحظه ما انا بنطلب طابعة أو أطلب طباعة من عندي إلى الطابعة، إذا أنا اعتبرت إيش؟ كلاينت. يعني ملف أشاركه معه، أنا سيرفر لمشاركة الملف، مع ملف بيجيبه لي أنا بيطلبه منه هو سيرفر وأنا إيش؟ ما نسمى في هذه الحالة كلاينت سيرفر، يسمى بير تو بير. يسمى هذا الكوميونيكيشن أو هذا النوع من الديفايس بير تو بير. كمبيوترز، تليفونز، ما الآن الأطفال بيلعبوا عن طريق الزاوية أو عن طريق بير تو بير. انا في حاله انا اعمل الحركه، انا كلاينت رفعتها لعنده، هو عندما يرد عليا هو كلاينت، انا سيرفر، وهكذا. يسمى شيرنج ريسورس، نتشارك اللعبه او نتشارك الواي فاي او نتشارك النتورك. يسمى بير تو بير. كمبيوترز او فونز او اي ديفايس تتشارك ايش؟ تتشارك الريسورس اللي معها مع بعضها البعض. كل واحد شارك الثاني حقه ايش؟ الفايلات والجيم والميموري والاشياء دي كلها. هذا عباره عن كمبيوترز، ممكن كل واحد منهم يعمل ايش؟ از سيرفر او از ايش؟ كلاينت. ما هي مزايا هذا النوع؟ ما هي عيوبه؟ مزايا هذا النوع، الكوست رخيص جدا، لا يحتاج الى سيرفر وانستليشن ومهندسين ومتخصصين وسنترلايز ومش عارف ايش. نو سنترلايز، نو مينتنس، نو كوست. بالتركيب العمل سهل جدا، لكن العيوب سيكيورتي ما فيش، سنترلايز ما فيش، الريسورس اذا اشتينا عمل سيكيورتي يحتاج الى ريسورس كبير جدا وباندويت كبير. الريلابيلتي ما فيش، يعني التراست في انك تقدر تحصل على المعلومات هذه، ممكن تحصل عليها ممكن ما تحصلش عليها في الشبكه او في غير الشبكه. لكن كلاينت سيرفر في سكيورتي، في سنترلايز، في دومين ممكن تتحكم فيها. الكوست بس اغلى فقط، كوست في التركيب وشراء المنتجات والمينتننس حق هذا الشبكه وهذا النوع
تحتاج الى مصاريف اكثر في عمليه الصيانه، تحتاج موظفين يكونوا متخصصين بهذا العمل. لكن في البير تو بير شبكه عاديه، كل واحد حقه اليوزر، كل واحد حقه الاكوبمنت، لا تحتاج الى تجهيزات اضافيه ولا مهندسين ولا شيء. يلا دوره تثقيفيه بسيطه جدا في الحصول على هذا الريسورس، وكل واحد بيقدر يطبع، وكل واحد بيقدر يشارك ملفات، وكل واحد بيقدر يعمل اي شيء. فهذه عيوب وهذه مواصفات ايش؟ هذا النظام وهذا ايش؟ وهذا ايش النظام؟ انواع اللان والوان والانترنت. قلنا اي شبكه سمول او هوم او ميديوم او لارج تكون مجموعه من الاجهزه. اذا كانت في شبكه مغلقه لا تحتاج الى مزود الخدمه، تقدم الخدمات حقها بسرعه عاليه للمستخدمين حقها داخل الشبكه، جامعه، شركه، مبنى، بيت، كل الاجهزه تتواصل مع بعض البعض بدون الحاجه الى سيرفيس بروفايدر. هذه الشبكه تسمى ايش؟ لان. تسمى لان. اذا احتجت اللاين حق السيرفيس بروفايدر عشان توصل من عندك للانترنت، من عندك الى فرع من فروعك، من عندك الى مكان اخر يقدر يوصل اليك او يتصل اليه، يسمونه وان. تسمى ايش؟ وان. ما عادك تتحكم انت بحق الريسورس كلها بحسب الباندوث، بحسب اللينك اللي بينك وبين مزود الخدمه، هذا يسمى وان. اذا ارتبطت عالميا بجميع الشبكات الكبيره والصغيره والمتوسطه اصبحت ايش؟ انترنت. اصبحت انترنت شبكه جلوبال تسمى. المان هي اكبر من اللان واصغر من الوان، داخل اطار منطقه جغرافيه اكبر من اللان واقل من الوان. في كمان شبكات اخرى زي ايش؟ وايرلس لان، واي فاي، تسمى واي فاي نسميها احنا، الواي مان، الواي وان، الستلايت، هاي شبكات كلها وايرلس ولكن على مستوى اكبر، على مستوى اكبر، على مستوى اكبر. البان بين البلوتوث واجهزه البلوتوث، السان بين اجهزه التخزين واجهزه التخزين، بين الدرايفرات حق الهارد والديسكات والميموريز، يسمى سان ستورج نتورك. ففي معك عده ايش؟ عده انواع من النتوركس، مش فقط اللي نعرفها اللان والوان والوان والانترنت، لا كمان في تفرعات. ذكرنا الشبكه وايرلس وهي مغلقه زي اللان، مش معها لاين سيرفيس بروفايدر، وتقدم خدمات للمشتركين داخل شبكه الوايرلس فقط، تسمى ايش؟ وايرلس لان. اذا كبرت الشبكه واصبحت في منطقه اكبر مع سيرفيس بروفايدر في داخل المدينه او داخل الدوله تسمى مان او وان، وايرلس مان او وايرلس وان. اذا اصبحت في الانترنت والجلوبال مرتبطه مع العالم ومرتبطه بالنت، فاصبحت يا اما واي ماكس لانه مرتبطه بالانترنت، يا اما ساتلايت او ال تي اي او 4G او 5G. تسمى شبكات، نوع من انواع ايش؟ شبكات بحسب عدد اليوزرز ونوع الارتباط بالشبكه، هل هو واير او ايش؟ وايرلس. واضح؟ فكل جهاز داخل الشبكه الصغيره او المتوسطه او الكبيره مقسم الى نوعين. انواع الاجهزه اللي في الشبكه الصغيره او المتوسطه او الكبيره مقسم الى نوعين. النوع الاول يسمى اند ديفايس، جهاز العميل، جهاز المستخدم، من ضمن اجهزه المستخدمين ايش؟ تليفونات، كمبيوترات، لابتوبات، كاميرات، طابعات، كل هذه تسمى ايش؟ تليفونات ثابته حتى فويس اوفر اي بي فون، هذا كله تسمى اند ديفايس. وظيفتها اما انها تكون سورس، او انها تكون ايش؟ ديستنيشن. اما انها تكون مصدر الطلب او انها تكون ايش؟ الفاينل اوف ريكوست، صح؟ اللي بتنشئ الطلب، تنشئ الرساله او تستقبل الطلب او تستقبل ايش؟ الرساله، صح؟ فهذا يسمى اند ديفايس. انواع الاجهزه الاخرى اللي في الشبكه لا يمكن ترتبط هذه او تتواصل هذه الاجهزه بعضها البعض بدون نتورك ديفايس. هل ممكن ترتبط جهاز بجهاز؟ الا يسمى بوينت تو بوينت، بير تو بير، بدون عنصر الشبكه، ولكن ضروري في كرت الشبكه. كرت الشبكه عندك واير او وايرلس، عنده كمان واير او وايرلس عشان تقدروا ترتبطوا. اذا كل هذه الاجهزه الشيء ترتبط مع بعض البعض في شبكه صغيره او متوسطه او كبيره، تحتاج الى جهاز اسمه انتر نتورك ديفايس، جهاز ربط الشبكه. جهاز ايش؟ ربط ايش؟ الشبكه، مثل هاب، سويتش، راوتر، مودم، اكسس بوينت، فاير وول، سيرفر، اي ديفايس يتواصل مع الجميع ويستطيع انه يؤدي خدمه للجميع، هذا يسمى نتورك ديفايس. ما هي وظائف هذا النتورك ديفايس؟ بحسب نوعها طبعا.
تاخذ شبكه لان او وان او وايرلس لان او وايرلس وان او او او, أو انترنت او شيء. هذا الاجهزه وظيفتها انتركونكت ديفايس بين ايتش اذر، ربط الاجهزه مع بعضها البعض، ربط الكاميرات مع التليفونات مع الكمبيوترات مع الوايرلس مع مع الواي فاي مع كل الاجهزه بعضها البعض. وظيفه هذه الاجهزه تقوم بهذا العمل. في منه ما يقوم بربط الاجهزه بعضها البعض وايرلس، في منه ما يقوم بربط الاجهزه واير، صح؟ في منه كمان ما يقوم بربط الاجهزه عن طريق الالياف الضوئيه، اذا بحسب الميديا كمان بعدين. اذا كونكت مالتيبل انديفيديوال نتورك تو فروم ان انترنت، تربط شبكات بشبكات. من اللي يربط شبكات بشبكات؟ راوتر سويتش لاير 3 فاير 1 يربط نتورك ونتورك. كونكت انديفيديوال ان ديفايس يربطون اجهزه الطرفيه مع مباشره، يعني يربط اجهزه مع اجهزه، سويتش هاب ريبيتر اكسس بوينت، هذه كلها تربط الاجهزه مع بعضها البعض. ولكن الاجهزه اللي تربط شبكات بشبكات سويتش لاير 3 راوتر فاير 1 سيرفر، بعض الاحيان ممكن يربط ايش نتورك ونتورك. هذه الوظيفه، هذه يعني العمل حقها، جزء من العمل الاساسي شو؟ انشور داتا فلو اكروس ذا نتورك، ضمان تدفق البيانات ما بين يوزر ويوزر او ما بين شبكه وشبكه، هي التي تحدد مسار البيانات ما بين جهاز وجهاز، ما بين شبكه وشبكه، تضمن ان البيانات هذه تصل بامان وسريه عاليه. اذا من ضمن وظائف هذه الاجهزه انها تضمن ايش؟ انه الداتا فلو، مرور البيانات ما بين اجهزه الشبكه او ما بين الشبكات والشبكات مضمون. عن طريق من؟ عن طريق الانترنت ورك ديفايس، ممكن يكون عن طريق سويتش، عن طريق راوتر، عن طريق فايروال، عن طريق اكس بوينت. امشي من ضمن وظائف هذه الاجهزه ضمان تدفق البيانات ما بين هذه العناصر. بروفايد كونكتيفيتي، تضمن الاتصال، تزودك بايش؟ بعنصر الكونكت. اذا هذا جهاز مش موجود ما فيش قاعده تعمل كونكت، يعني سيرفر فقد ما فيش معك اي بي، خرجت من الشبكه، الكابل انفصل، السويتش اللي في الوسط خرب اللي بتضبط انت عمل الشبكه، خلاص انت فقدت عنصر ايش؟ الكونكتيفيتي. بعدها ستفقد بقيه المهام الاخرى، انشور داتا فلو، راوتنج ما فيش، ملتيبل نتورك ما فيش. اصبح الاجهزه هذه اللي بالطريق هي العنصر المهم او الركيزه المهمه، الكريتيكال بوينت ديفايس، اهم جهاز في الشبكه اللي بيربط هذه الاجهزه ببعضها البعض. وفي اجهزه تربط شبكات بشبكات، وفي اجهزه تربط يعني اريا باريا، مجموعه شبكات مجموعه شبكات، نتعرف عليها شوي شوي، تمام. هذه طبعا الاجهزه والاند يوزر لن تستطيع ان تتواصل مع بعض البعض بدون عنصر الميديا، كابلات الفراغ اللي اوجده الله سبحانه وتعالى من قدامنا، واللي مستحيل لو 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 تتاح لنا فرصه ان احنا نكشف ستار الوايرلس هذا او الفراغ، لو وجدنا آلاف الرسائل في الطريق ما حد داري ما هي، موبايل على ساتلايت على راديو على واي فاي على واي ماكس على كل الشبكات هنا قدامك، كيف ربك يعني سخر هذا الميديا علشان تنتقل في هذه الإشارات بهذه التقنيات المصنعة، ولو يكشف لك ستار هذه الجو الفاضي هذا وشفت الرسائل اللي فيه وشفت العجب والعجاب، فهذه ميديا تعتبر ميديا ناقلة. الصوت الآن اللي بيني وبينكم ينتقل عبر الفراغ عبر الهوالة، صح؟ في عبر الماء وفي عبر الأسلاك وفي عبر الوايرلس وفي عبر الفيبر وفي عبر السيجنال، ممكن تنتقل عبر إيش؟ عبر أي نوع من أنواع الميديا. فبدون هذه الميديا نو ريتشابلتي نو كونكتيفيتي، ما فيش، انعزلت الميديا بينك وبينه، بعدت شوية عديت الجدار الاول بتاع الثاني بتاع الثالث الاشاره ضاعت منك، ما فيش كونكتيفيتي. اذا ضروري تكون الميديا متاحه علشان اقدر اسار الى الشبكه في المدى المحدود وفي المدى الذي هو مقبول، في الليمت الذي انا اقدر اسار فيه الى ايش؟ الى جهاز الشبكه. واي فاي لا يمكن يصير الى جهاز الشبكه اذا تعدى مسافه قوه الاشاره اللي عندي، صح؟ كابل نفس الكلام، اذا مسافته وطوله اكثر من مساحة أو قوة الإشارة اللي بتنتقل في المسافة حق الكابلات ما بيشترك شبكة. الألياف الضوئية مثلا إذا مسافتها أكبر من مدى انتقال الإشارة الضوئية في هذا الكابل الضوئي ما بتصلش الإشارة إلى مبتغاها. إذا ضروري توفر الميديا وبالمسافات المحدودة وبالخصائص المحدودة
وبالسيجنال وقوه الاشاره المعروفه بحسب نوع الشبكه اللي موجوده معي. هذه عوامل مهمه جدا لاي شبكه. تمام؟ فوجود الميديا، ليش اوجدوا هذا الانواع من الميديا كلها؟ لوجود التقنيه وتتعدداتها ولوجود المسافه كمان لحق اليوزر. لا يمكن استخدم الكابل النحاسي العادي لنقل البيانات من هنا لعدن، ولا يمكن استخدم الوايرلس مثلا لنقل البيانات من هنا الى الجهه الثانيه من المعهد، كونه في لكل انفايرمنت، لكل بيئه ما يتناسب معها من ايش؟ من الميديا المناسبه. فليش وجدت هذه الميديا كلها؟ للمسافة اللي بتنتقل فيها الإشارة، للباندوات اللي ممكن ينتقل فيها الإشارة، ساعة البيانات، كمية البيانات، الرؤية والضبابية، خصائص المادة اللي بتنتقل فيها البيانات والسيجنال حقها، لكل نوع شكل إشارة معين تنتقل فيها البيانات. فنشرحها في وقتها كيف نشوف شكل الإشارة في كل مكان، كيف تنتقل، والمسافة حقها المتاحة في كل نوع من أنواع الميديا في أحد الشفرات الكامل. هذا شكل من اشكال الهاردوير اللي بتلاقوه في البرامج والسيموليشن. طبعا لا يمكن تقابل في الواقع راوتر كذا بهذا الشكل، ولا يمكن تقابل الميديا في هذا في الواقع بهذا الشكل، ولا يمكن تقابل بعض الاحيان كمبيوتر تقليدي بهذا الشكل. انما هذه رموز سيمبل في البرامج والتطبيقات اللي بتستخدمها انت، علشان اذا تطبق تربط شبكه مع هاردوير، مع راوتر، مع سويتش، مع ميديا، مع اختيار الوايرلس، مع الواير في السيموليشن سوفت وير. لكن في الواقع الأجزاء تكون مختلفة شوية عن هذه الأشكال. ما فيش راوتر مدور، راوتر كذا زي ريسيفر، ما فيش طابعة بهذا الشكل، يعني طابعة يعني قديم حسنا مش عارف إيش، تليفونات كمان. إذن إنما هذا تمثيل للريبريزنت لمن؟ للكومبوننت حق الشبكة. فين بتحصلها؟ في الـ مثلا هنا أهو في هذا المكان مرة بتحصل مثلا هنا. قبل ما نبدأ أشرح الشبكة بقول لك هذه الأشكال حق الكابل حق الأجهزة. عاد الآن بشرح الشابترز وكيف شطها. يسمى سينتكس كونفنشن. هذا رمز للروتر، هذا رمز للوايرلس روتر، هذا رمز للبيكس فاير وول روتر ويك فاير وول ورك جروب سويتش روت سويتش بروسيسر فاير وول فاير وول أبلينسز. وهذه بتشوفها في برنامج الباكت تريسر والجي ان اس 3 واكثر من برنامج. شوفوا هذا الاشكال والانماط حسب كل جهاز او حسب كل شركه ما صنعت البرنامج. باكت تريسر صنعت سيسكو، في برامج اخرى صنعت شركات اخرى. تحصل اشكال ونماذج ايش؟ لهذه ايش؟ الهاردوير، علشان بعدين عندما تركب الشبكات تختار الايقونه اللي تناسب معك. مثلا في سيسكو ديفايس او في سيسكو سوفت وير هذا شكل الهب، هذا شكل التليفون سويتش، هذا التابلت، هذا الهوب بسمول بزنس. في أشكال في شركات أخرى ممكن يختلف الشكل. على أساس ده إيش تكون في مليار مع هذا النوع من إيش من التجهيزات. شكل الشبكة طبعاً يختلف ما بين النتورك اللي ترسمها أنت في الواقع العملي وما بين النتورك اللي أنت تبرمجها وتشوف المسارات حقها. في الواقع العملي أنا مثلاً لو جيت أعمل مقطع أفقي للمبنى هذا. وجيت يعني وكأن أنا رسمت وقطعت نص الدور هذا علشان أشوف من فوق كيف شكله. أشوف الأجهزة اللي مركبة والنقاط الضرورية اللي مركبة والكابلات فين تمر وجهاز السويتش فين موجود وجهاز الراوتر فين موجود. هذا يسمه فيزيكال توبولوجي، رسم بياني لشكل الشبكة في الواقع العملي. تمام؟ والرسم اللوجيكال يسمى توبولوجي. ممكن أكتب كذا أرسم سويتش موجود فيه يعني رموز لشبكه معينه وراوتر ورموز من شبكه معينه والراوتر مربوط للمبنى الثاني والراوتر نفس الشبكه، وانما بشكل ايش؟ بشكل هندسي، مش بشكل واقعي فيزيكال ما موجود في الواقع. هذاك يمثل مرور البيانات من شبكه لشبكه، كم الكومبوننت حقها ايش بالضبط، سويتش اند يوزر. انا ممكن امثل الاند يوزر ده عندهم 24 جهاز او 16 جهاز او 20 جهاز، جهاز واحد من سويتش وبي سي في نتورك هنا، في نتورك مالك داخل، كلهم في نفس الاي بي، كلهم في نفس المجموعه، في نتورك يمثل جهاز واحد، سويتش يمثل هذا الغرفه، سويتش ثاني يمثل الغرفه الثانيه، سويتش ثالث يمثل الغرفه الثالث. وصلت مع بعض البعض باسلاك ورسمت في البرنامج وكان معي ثلاث شبكات او مثلا مبنى من عده كمبيوترات في سويتش واحد مربوطين بالمبنى هناك. هذا الرسمه عرفت انه
في بيلدينج او في نتورك مربوطه مع نتورك عن طريق راوتر او عن طريق سيرفر، لكن في الواقع العملي تسمى الشبكه ورسمها وتخطيطها الفيزيكال تبرج. فيزيكال ايش؟ تبرج. انواع الشبكات لان وان وبعدين كان يو نيم مور نتورك تايب. اللان قلنا شبكه في منطقه محدوده في منطقه معروفه سمول او ميديوم او لارج، ممكن تكون شبكه داخل جامعه او شبكه داخل مثلا الاحواش حق الاتصالات هذه كامل من عده مباني. لان طالما لما احتاج لمزود الخدمه لربط هذه الشبكه بهذا المبنى او هذا الشبكه بالمبنى الثاني احتاجت لاين لمزود الخدمه، اذا ما زلت في اطار شبكه اسمها لان. الجامعه بكلياتها بمسافاتها البعيدة ما لم أحتاج إلى مزود الخدمة في هذه الحالة أصبحت الشبكة داخل المبنى الواحد وداخل الحوش الواحد. لا ممكن تكون سمول أو ميديم أو لارج، ما تفرقش في الأخير تسمى لان. فاللان قلنا جيوغرافيك إريا سمول أو ميديم أو لارج، حتى وظيفتها انتركونكت اند ديفايس، تربط هذه الأجهزة بعضها البعض. أدمنستريتد باي سينجل أورجنايزيشن، تدار عن طريق رئيس الشركة ومدير الشركة ومدير مدير الجامعة ورئيس الجامعة ورئيس المنظمة عميد المعهد، هذا اللي بيدير العملية، هذه الأورجنايزيشن اللي داخل هذه الشبكة. بروفايد هاي سبيد، عادة الإسلاك ما بين هذه الأجهزة اللي داخل الشبكة لا يقل سرعة الكرت عن 100 ميجا، كرت الشبكة حق اللابتوب أو البي سي أو الوايرلس ديفايس أو شيء ما فيش أقل من 100 ميجا. حاليا ما في اقل من 100 ميجا سبيد في عمليه نقل البيانات ما بين اجهزه الشبكه داخل اللان الواحده، عالي جدا. اذا في معايا مثلا شبكه بتقدم تطبيقات كبيره جرافيكس ارت 3 دي ماكس فيديو تلفزيون يعني ملفات كبيره جدا، ستنتقل بسهوله ولا في اي مشكله داخل شبكه اللان. يفرق بعدين اذا ربطت اللان بالسيرفيس بروفايدر او تشي تربط هذه التطبيقات بخارج، انك تحتاج الى الباندويث العالي في الوان اللي ما بينك وبين مزود الخدمه، لكن داخل اطار الاجهزه اللي داخل الشركه لوحدها ممكن تواصلوا بينهم وبين بدون اي مشكله. لو ربطت كابل ما بين بي سي حقك وبي سي ثاني تنقل البيانات ممكن تنتقل بسرعه 100 ميجا بالسكند، لو معك ملف مثلا 1 جيجا 25 جيجا ممكن تنقل هذه البيانات في ربع ساعه نص ساعه، بينما لو معك 10 20 جيجا بالوان والانترنت اسبوع اسبوعين في شبكتنا الحاليه. ليش؟ لانه محدود الباندويث اللي بيربطش الشبكات الى خارج، واضح؟ فالوان طبعا ما عاد اشترط اجهزه بعض البعض، ربط شبكات. الوان معناها كونكت بتوين لان، تربط اللان هذه باللان هذه باللان هذه تسمى وان، يعني مزود خدمه بدل ما كانت هذه لان اصبح الان انا ممكن اربط هذه اللان بلان اخرى عن طريق شبكه اسمها ايش؟ وان. مثلا هذه الوان اربط شبكة اخرى كمان من روتر من سويتش من بي سي من ديوزر طابع عايشي. اذا هذه اصبحت لان وهذه لان مربوطين عبر شبكة ايش؟ يعني اخذت من مزود الخدمة لاين عندي واخذت من مزود الخدمة الفرع الثاني لاين، أصبحنا نقدر نتواصل مع بعض عن طريق إيش؟ ألوان. كان مثلاً المركز الرئيسي هنا والفرع في الحصوات، المركز الرئيسي هنا والفرع في الحدا، المركز الرئيسي هنا والفرع في جدر ولا في أي مكان. إذن هذه أصبحت تسمى الشبكة، تربط ما بين الشبكات. وان انتركونكت بتوين إيش؟ لان. بتوين لان. administered by multiple service provider. ما عادش الآن محكومة بمدير نظام واحد يتحكم بالعملية واحد. لا. الآن الباندويث والصلاحيات والحساب والتسديد الفواتير ما ماش عليك على السيرفس بروفايدر، تحديد الباندويث وتحديد الصلاحيات تحديد كل على هذا المكان. انت كمان لك صلاحيات في التواصل مع الشبكه مع الفروع، لكن كمان هو له صلاحيات فيما يخصه وانت لك صلاحيات فيما ايش؟ فيما يخصك. اذا في الوان لا تدار عن طريق ادمنستريتر واحد بل اكثر من ادمنستريتر، الوان ادمنستريتر اللان ادمنستريتر في المركز الرئيسي والفرع، كل واحد بحسب ايش الصلاحيات اللي عنده بحسب المهام اللي ايش اللي بتكون عنده. بروفايدر سلاور سبيد، اللينكات اللي هنا واللينكات اللي هنا
للشبكه حقك اقل طبعا في السبيد اللي ما بين ايش؟ ما بين الاند يوزر بحسب اللاين اللي بتشتريه من مزود الخدمه. السلاور سبيد ما بين اللان حقك والمزود الخدمه واللان والمزود الخدمه مزود الخدمه واللان الثانيه يعتمد على بكم اشتريت وما متاح عنده ما الخدمه وفين مكانك قريب ولا بعيد تشتري 2 ميجا ولا 4 ميجا ولا غير انت اسكح قول لي بينه وبيتك ولا وين انت مكانك عشان اعرف هل الكابل هذا ممكن تصل السرعه عندك ولا لا. ها واي ماكس مثلا شيء واي ماكس هافير انت تقدر تشوف البرج من عندك تقدر تلتقط الاشاره عندك ولا لا. اذا بحسب السبيد اللي يبيعوا لك من زود الخدمه اكيد قليل متى ممكن يكون كبير يعني مقارنه بالسبيد اللي معك عندما تحول الكابلات ما بين مزود الخدمه والكاستمر اذا فايبر. اما بالواير العادي والنحاس حتى السطرات ما فيش عنده السرعات العاليه. لا السطرات كله اقمار صناعيه الوان والانترنت اوكي فايبر ما بين مزودي الخدمات فايبر لكن الباندويت اللي ممنوح من عند مزود الخدمه لعند الكاستمر هنا يعتمد على لون نوع الميديا نوع الميديا اللي ما بين مزود الخدمه والكاستمر. مزود الخدمه من هو؟ يعني اللي بيبيع اللايت. الكاستمر من هو؟ صاحب الشركه، صاحب الفرع، صاحب البيت، صاحب كم الباندويت المتاح لك المسموح لك اللي تقدر تشتري اللي تقدر توصله. هنا سلاور اكيد اقل من من الميديا اللي تنتقل. هذا لن يصل الى فايبر هوم الا وقت السرعات اللي هنا جيجا و1 جيجا و10 جيجا. اصبحت الان السرعات حق اللابتوبات العاديه والكمبيوتر العاديه حق كرت الشبكه 1 جيجا وما فوق. في الفايبر ممكن تحصل على 1 جيجا، لكن 1 جيجا هنا مقارنه بكلهم جيجا اصبح كمان سلاور من حقك الشبكه، صح ولا لا؟ اصبح لا يقارن بامكانيات حقك السبيد اللي داخل الشبكه. الان اسرع لكن بعدين الباندويت اللي بينك وبين الخدمة يعتمد على حجم الحركة وكميتها عدد اليوزرات نوع الترافيك اللي تنتقل ما بين الكاستمر ومزود الخدمة والمسافة كمان. Can you name other network؟ Yes قلناش سان بان وايرلس لان هذا صح؟ هذه ايش؟ اسماء ومسميات لشبكات ايش؟ اخرى. في مصطلح يمكن كثير من المهندسين يجهلوه حاجه اسمها انترانت اكسترانت شبكه ولكن حدود الشبكه هذه ايش؟ انترنت لا حدود لها معناه انه ايش؟ جلوبال يو كان كونكت اني وير تو اني سايت اي تايم تمام. لكن الانترنت والاكسترنت الانترنت يو كان كونكت تو يور سيرفيس داخل اطار الشركه الواحده في اي مكان كانت الشركه الواحده هذا يسمى انترنت يعني سيرفيس بيقدمها اللان الادمنستريتور حق اللان لحقه الموظفين او لحقه يعني الوركر اللي داخل الشركه وفروعها كانت ويب ايميل اونلاين تريننج جيم استراحه اغاني مش عارف ايش هذا يسمى ايش؟ انترنت ليس لمزود الخدمه دخل بها هذا يسمى ايش؟ انترنت بينما الاكسترنت تقديم الخدمات للفروع وللوكلاء لانه اصبح الان ما عادش مقتصر العمل ما بين الشركه وموظفينها وداخل وفروعها اللي داخل الدوله او داخل المدينه او خارج المدينه اصبح الان في سبورت في سبلاير في بارتنر في كاستمر ممكن يكون بالنسبه لك نقطه بيع نقطه اتصال ممكن يكون يقدم لك الخدمه حقك فهذا يسمى ايش اكسترنت يقدم الخدمه للبزنس للبارتنر لكن انترنت انت بتقدم الخدمه لموظفينك فقط الانترنت هي الشبكه اللي شملت الكل تقدر أن تعمل إكسترانت داخل الإنترنت تقدر تعمل إنترانت داخل الإنترنت تقدر تخليها كلها شبكة إيش إنترنت وكل ما يقدروا يوصلوا لعندك ولكن كمان اللي بيصلوا إلى عندك من الإنترنت أو من الإكسترانت
اللي بالسبلاير والمزودين الوكلاء والعملاء والمدري من اللي بيصيروا عندك، هذا بيصيروا بصلاحيات معينه غير صلاحيات الموظف العادي اللي عندي في المركز الرئيسي، او غير صلاحيات الموظف اللي في الفروع، او غير صلاحيات اليوزر اللي بيجي بابليك، لا هو بارتنر ولا هو سبلاير ولا هو يوزر من داخل الشبكه. يعني مثلا انا بنقدم ويب، الويب هذا قد يكون جزء منه يختص بتطبيقات حق الشركه نفسها، الموظفين اللي بيجوا يدخلوا الى داخل حق الموقع علشان يسددوا فواتير، يستعلموا عن رصيد، يضيفوا خدمه، يشبيع رقم، مش عارف ايش، هذا ويب. هذا راح نقول. وفي ويب سايت عندك مبلك، تعلن عن خدماتك، تعلن عن حقك المدى، تعلن عن السيرفيس اللي معك، تعلن عن مبلك، هذا يقدر يصله اي واحد. ممكن كمان ال 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 الويب سايت اللي انشاته في البدايه اللي هو حق السبلاير، دخلوا بحدود معينه من الخدمات، بينما الكاست او الموظف حقك اللي تبعك داخل الشركه او الفرق يقدر يصل الى صلاحيات اكثر. نقول له ويب. لكن ويب عن ويب عن ويب يختلف. سيرفيس عن سيرفيس عن سيرفيس اختلفت بحسب الواصل الى هذا السيرفيس. اذا وصل لها واحد موظف من موظفيني سميت ايش؟ انترنت. اذا وصل لها موظف من موظفين العملاء والوكلاء والسبلاير والبارتنر اكسترنت. اذا وصل لها هذه الخدمه من اي مكان بابليك، لا بارتنر ولا وركر ولا موظف ولا شيء، سمت انترنت. بحسب طبيعه الطلب او بحسب طبيعه النتورك ممكن تقسم الشبكه انت ليش؟ والسيرفيس اللي بتقدمها الى ثلاثه انواع من الشبكات. نتورك، انترنت، انترنت مغلقه داخل اطار موظفين الشركه. نتورك وخدماتها جلوبال الكل. نتورك وخدماتها لمن؟ للسبلاير والبارتنر. وهذه ممكن يعملها اي مهندس شبكه او اي مهندس اي تي. ممكن يعملها اي مهندس اي تي او مهندس شبكه، يقدر يعمل الشبكات حق الاكسترانت والانترنت والانترنت. تمام؟ واضح الصورة؟ طيب. ما هي أنواع الكونكشن اللي بترتبط مع أنت الإنترنت؟ ما هي أنواع الخدمات اللي بتقدم من وجود الخدمة حتى تستطيع أن ترتبط أنت الإنترنت، كانت إنترنت، إكسترنت، إنترنت؟ أنواعها طبعاً كثيرة جداً. منها البرودباند كابل. هذه ليست متوفرة عندنا، لكن موجودة كتقنية. هذا يسموهم أصحاب الكابل تي في كانت سابقاً. يوصل لك كابل اللي عندك، ينقل عليه التلفزيون والانترنت والفويس والكل. اي طبعا حتى الاي دي اس ال مشترك، الاي دي اس ال مش مشترك، كله مشترك. حتى الديلاب حق البيت مشترك شهري، حتى ال 3 جي والباقات مشترك. صح ولا لا؟ في الاخير ما هو نوع اللاين او الكونكشن اللي بترتبط فيها انت؟ قلنا معك الانترنت سيرفيس بروفايدر، اول شيء مزود الخدمه، ونوع مزود الخدمه ايش هو؟ برودباند كابل. هذه قلنا انواع من الشبكات التي وصلت في الوقت الحالي الى الياف، بس كانت في البدايه على شكل كابلات كوكسيال زي حق التلفزيون. موجوده في عدن جزء منها، موجوده في بعض الاماكن اللي يوصل لك القنوات التلفزيون البيوت عبر الكابلات حق الكوكسيال. هذا يسمى كابل تي في او برودباند كابل، ينقل عليه باندوث كبير عبر هذا الكابل حق الكوكسيال. كان في دول تطورت هذه التقنيه لان اصبح الكابل هذا نفسه يقدر ينقل عليه فويس وداتا وفيديو. يوصلوا الى جهاز، والجهاز هذا يفلتر منه التلفزيون خط ولا الكمبيوتر خط ولا التليفون ايش خط. موجود في كثير من الدول ومحرم على الزبائن ان يركبوا ساتلايت ويعملوا يعني كوميونيكيشن انترنت عن طريق الساتلايت، ولا شاهد تلفزيون عن طريق الساتلايت. انا ادي لك كل شيء، انا ابيع لك كل شيء. ها؟ مقابل اشتراك شهري نفس الكلام. في فري طبعا، في قنوات مجانيه، في انترنت يعني لحدود معين، في اتصال لحدود معين، وفي كمان اشياء بفلوس. مثلا الشانل اون ديماند او فيديو اون ديماند او الملفات المرشفه حق الفيديو في داخل عند مزود الخدمه، هذه كلها فلوس. برودباند ديجيتال سبسكرايبر لاير اللي هو الاي دي اس ال بانواعه وفئاته، هذا نوع من الربط اللي يوصلك بالشبكه. وايرلس وان، واي ماكس، واي ماكس، واي فاي. وايرلس توصلك الى من؟ الى الانترنت. موبايل سيرفيس، جي اس ام، سي دي ام اي، 3 جي، 4 جي، ال تي اي، هاي تقنيه ايش؟ موبايل. بزنس دي اس ان، الخطوط الذهبيه دي حق الشركات وال اصحاب الواي فاي اللي يشتوا
باندويث عالي وباندويث مضمون زياده كبيره. ليز لاين انا اسف بين العشر بين العشر كم عندك كم عندك الورقه كم عندك الورقه كم عشر ورقه الباقي مسددين كلكم كلكم مسددين الاسوان ممكن نسميها احنا تحت الاسوان. في معنا خط جديد اسمه ليز لاين او الخطوط المؤجره او الخطوط المحجوزه بحسب بحسب السرعه العاليه والكلفه العاليه كمان. بيحجز لك باندل زي ما تشتي. في كمان نوع اسمه مترو ايش؟ مترو ايثرنت. هذا الشبكه او هذا النوع من الشبكات يمكن يصلوا فيه الى حاجه اسمها فيبر هوم. الخط اللي عندك اللي عندك ايثرنت ولكن عن طريق الالياف. علشان يصل للمدى البعيد والى المسافه البعيده والى الباندويث اللي تشتي. لانه صعب الايثرنت قلنا كابل الايثرنت العادي هذا حق الشبكه 100 متر 200 متر ماكسيمم ماكسيمم. طيب انا اشتي مدى غير محدود من المسافه وباندويث غير محدود من السرعه. اشتي ايش؟ الياف. اشتي خط ايش؟ الياف. طبعا انت ممكن توصل هذا الانترنت كونكشن الى البيت وتولد منه شركه او ممكن توصله الى الشركه وبعدين توسع حق الشركه صح زي الان اللي في اصحاب الواي فاي اللي بالدود وصل انترنت كونكشن للبيت وصل 2 3 4 عمل لهم دمج وبعدين بدا يوسع في شبكه حقه من عنده واي فاي او بزنس الى شركه او الى مكتب وبدا يبيع ايش مثلا زي الفنادق والشركات ليش اللي تدي للساكنين والنزلاء حقها مجاني كارت وتقدر توزع حق الخدمه للكاستمرز اللي هم ايش؟ في الجوار. اما يوصل الانترنت كونكشن الى الهوم او الى ايش؟ او الى البزنس او الى اي مكان ايش؟ بزنس. That's it. اليوم يكفيكم ما نكبرش عليكم الموضوع. بنعطيكم الملف والملفات المرفقة.